مشاهدي الكرام متابعي الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتمت الآن بعون الله وحفظه إعلان إطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقعدان الحقائق، ولكن دعونا نهدي الناموس والفوز للسيد سعيد بن بطي بن سالم الشامسي على فوز اليافل في الشوط الثاني للبكار. أيها الأخوة، نعود لمقدمة هذا الشوط ونرى في المقدمة خداع للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميسي، وهو الآن في المركز الأول، ويليه مباشرة في المركز الثاني شاهين للسيد عبيد بن غصاب بن خالص العامري، والمركز الثالث يتواجد الزاجل للسيد محمد بن مطر بن محمد الرميسي، ولكن التسلل والتدخل من قبل مريع للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، وأيضا يليه في مباشرة في المركز الرابع يتواجد منذر للسيد سيف بن راشد بن سيف الشامسي، والمركز السادس أيضا نرى التدخل من قبل سياف للسيد سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي. وأعود إلى مقدمة هذا الشوط ونرى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، ونرى شاهين الذي تقدم إلى المركز الأول للسيد عبيد بن غصاب العامري، ويليه مباشرة في المركز الثاني مريع يتقدم من مركز إلى مركز، والآن إلى المركز الثاني مريع للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، ولكن نرى أيضا التدخل والتسلل من قبل سياف، تعود ملكية سياف للسيد رقم 10 نعم خداع للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميسي. والمركز الرابع يتقدم الآن في المركز الرابع سياف للسيد سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي، وأيضا في المركز الخامس نرى التدخل من قبل شاهين للسيد سعيد بن حمد بن سلطان الجحافي، والمركز السادس أيضا التدخل من قبل الشقي للسيد علي بن سعيد بن سالم الرميسي. هذا شعار العشوش التي فازت في الشوط الأول الرئيسي وهدت الناموس لأهالي السمحة. أيها الأخوة، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، وما زال شاهين في المركز الأول، تعود ملكية شاهين للسيد عبيد بن غصاب العامري، وما زال في المركز الأول حتى هذه اللحظة وبدون تنافس. وأما يليه في مباشرة في المركز الثاني نرى مريع الذي تقدم إلى المركز الثاني مريع للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، وأيضا التدخل من قبل خداع للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميسي. والمركز الرابع أيضا نرى التدخل من قبل شاهين للسيد سعيد بن حمد بن سلطان الجحافي. أيها الأخوة، الآن في كيلو يفصلنا عن خط النهاية، نصل إلى الكيلو الأخير الذي يفصلنا عن خط النهاية، وما زال حتى هذه اللحظة شاهين وصدرت عليه أي أوامر، عصاته في البطان، وما زال في المركز الأول شاهين للسيد عبيد بن غصاب بن خالص العامري، ولكن نرى الخطر الوارد من قبل مريع تعود ملكية مريع للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، وأيضا نرى التدخل والتسلل أول ندى لمنزل للسيد فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي يتقدم في المركز الثالث، والمركز الرابع يتواجد شاهين للسيد سعيد بن حمد بن سلطان الجحافي. أيها الأخوة، دعونا مع مقدمة هذا الشوط، ولكن مصورنا يتجول إلى بقية المراكز والفرق بين المراكز الأولى والمتأخرة. أيها الأخوة، نعود لمقدمة هذا الشوط، وما زال شاهين حتى هذه اللحظة في المركز الأول، لكن التغيير الذي طرى وجرى من قبل مريع في المركز الأول للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي الذي تدخل للمركز الأول، ولكن هناك نرى الخطورة من منزل للسيد فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي، ويتسلل إلى المركز الأول ويهدي الناموس لصاحبه فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي، ويتقدم إلى المركز الأول ويباعد المسافة بينه وبين المركز الثاني، ولكن مريع يعود في المركز الثاني للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، ولكن دعونا مع المركز الأول منذر في المركز الأول وباعد المسافة بينه وبين المركز الثاني وبدون أي تنافس، تعيد ملكية منذر للسيد فيصل بن حمد بن مبارك الشامسي. تهانينا والناموس للشامسي في المركز الأول، والمركز الثاني أيضا يتواجد مريع للسيد خليفة بن جمعة بن عتيق الرميسي، والمركز الثالث شاهين للسيد حمد بن سلطان الجحافي، والمركز الرابع شاهين للسيد عبيد بن غصاب العامري، والمركز الخامس
أيضا الزاجل للسيد محمد بن مطر الرميسي، والمركز السادس والسابع تعود المركز السادس أيضا تعود ملكيته للسيد سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:28 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.